الكمامات أنواع، في منها أنواع طبية وأنواع غير طبية، وفي أنواع إندستريال تستعمل في المصانع أيضا. الأنواع الطبية عندنا أعلى نوع اللي هو اللي يكون قادر على فلترة البكتيريا إلى أكثر من 95%، مع السيل، يعني يكون راكب على الوجه بحيث أنه ما يكون في أي مسام ممكن يدخل منها الهواء غير عن طريق الفلتر. هذا يستخدم فقط في بعض الإجراءات الطبية داخل المستشفيات. في نوع آخر اللي هو يكون ميديكال بس مو سيرجيكال، يعني نستعمله طبي لكنه مو بالجراحة. هو يكون قادر على فلترة الهواء اللي لدرجة 95%، لكنه ممكن يكون في تنسيم هواء من الأطراف، من الجوانب، وهذا في الغالب يستخدم لما يكون في دروبلت انفكشن أو التهابات تنتقل عن طريق الهواء، عن طريق الرذاذ. فإذا انتقلت عن طريق الرذاذ وأنا مسكر عليها بالماسك هذا، ما راح توصل للفيروسات أو الجراثيم. النوع السيرجيكال يكون في طبقة تمنع دخول الدم إذا في أثناء العملية صار في بعض قطرات الدم إذا وصلت للوجه، عن طريق الماسك هذا يكون هو فلويد ريزيستنس، يعني في مضاد للسوائل. أما النوع اللي موجود حاليا بالنسبة للمجتمع، هذا النوع احنا نفضل انه يكون على الاقل 70% في فلتريشن. الفلتريشن هذا لا يعني انه هو 100% راح يقيني من الماء من العدوى، ولا 90 ولا 95، لكن اذا استخدمتهم صح. احنا نقول الكمام نفضل انه يكون ثلاث طبقات اللي يستخدمونها الناس في المجتمع. فإذا كان ثلاث طبقات، الطبقة اللي داخل تكون عادة محبة للسوائل أو الرطوبة بحيث أن أي بخار يطلع مع النفس يحتوي هذه الطبقة تحتوي هذا البخار. الطبقة اللي بالنص فلتر يكون ثقيل شوي، والطبقة الخارجية تكون طبقة مقاومة شوي للسوائل بحيث أن لو في أي رذاذ من الخارج ما يترسب للطبقات اللي تحتها. والقماش لو الإنسان، هذا طبعا نسميه السيرجيكال اللي نشوفه ينبع. القماش فقط في حال عدم وجود هذه الأنواع ممكن نلجأ للقماش. القماش أيضا المفروض أنه يكون طبقات، كذا طبقة، بحيث أن الرذاذ اللي يطلع من الفم أو الأنف ما يوصل للشخص اللي يكون أمامي أو المحيط اللي موجود حوالي، ولو شيء من الخارج أيضا ما يوصل لي. اللي أحب أركز عليه إنه في ناس وايد تستخدم الكمام لكن للأسف يلمسون الكمام وايد، وهذه ممكن إنها تسبب لهم عدوى، إنه ممكن يكون الكمام ملوث، أو ممكن أنا ألوث الكمام بإيدي، إيدي تكون ملوثة ألوث الكمام، وممكن وأنا قاعد ألمس الوجه ألمس العين أو أكون قريب من العين، ممكن أن بهالطريقة هذه ممكن أعدي نفسي. الشيء الثاني اللي يحط الكمام فقط على الفم، ايوه ما يكل، المشكله ان احنا عندنا مو بس الفم والانف. فاذا ما غطيت الانف ممكن ان الفيروسات والرذاذ هذا ايضا يطلع من الانف ويعدي الاخرين. او ممكن انا دكتور احمد يقول لك بعد غير كذي لازم تحط الكمام يغطي الانف وتلبس نظاره علشان تغطي العين، سواء كانت نظارة طبية، نظارة شمسية أو نظارة شفافة. النظارة إذا اللي أمامي ما كان لابس ماسك يفضل أني أنا ألبس نظارة أو أني أغطي الوجه فيس شيلد، لأن ممكن الرذاذ اللي صادر عن الشخص المصاب يوصل عن طريق الكونجنكتيف أو العين، يعني الجلد من العين من داخل، وممكن يوصل للإنسان الثاني ويصيبه. لكن إذا أنا لابس ماسك واللي أمامي لابس ماسك، حتى لو أنا مصاب بس بمعنى لابس ماسك مغطي منطقة خروج الرذاذ، صراحة أحمي الإنسان اللي أمامي. طيب سؤال أخير دكتور أحمد، وهو يحميني.